أرقام كثيرة كشف عنها المدراء المركزيون بوزارة التجارة على هامش الندوة التي جمعت وزير القطاع بإطاراته، لكن الموضوع الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام هو العائد الاقتصادي الذي تجنيه الجزائر من اتفاقياتها التجارية الدولية. الحقيقة مرة والأرقام صادمة. احنا المشكل ديالنا الآن ونقوله قدام الوزراء أنه التعريفة الجمركية الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي ومع لاكزاد الدول العربية كنا ناخذ القائمة اللي راهي 0% صادر لي برودوي يدخلوا 100% دو دروا الدول، رانا نفوتوا 95% من التعريفة الجمركية الجزائرية، 85% مع الاتحاد الأوروبي اللي راهي صفر وراح تدخل سبتمبر بروشان ان شاء الله يوليو تو لي برودوي اندستريال 0%، مع البلدان العربية نفس الشيء راهي 85%. وضع جعل وزير القطاع ينتفض ويؤكد على ضرورة تغيير الوضع عبر فتح ورشات لمراجعة وتقييم كافة الاتفاقيات. يعني هذو لي كلوب تاع لي زيكسبورتاتور، لا دوان تاع لي زيمبورتاتور، المنتوج المحلي كلهم راح نعيطوا لهم، راح نفتح ورشات كبيرة. وزارتنا جعلتها الحكومة على رأس 9 ورشات، اوني شيف دو في 10 ورشات سنفتحها إن شاء الله. والمقررات تم إنجازها يوم الخميس على 10 تاع الليل وأرسلت، إن شاء الله الأسبوع القادم سنبلغ جميع الشركاء وستبدأ الورشة. نطمنكم بأن أي اتفاق فيه خير الجزائر راح نبقيه وندعمه ونطوره، أي اتفاق ما يجيبناش خير راح نطالب باش نعيد النظر فيه. تقييم اتفاقيات الشراكة واجب ومن المفروض أن يتم بصفة دورية، ومراجعتها بما يخدم الاقتصاد الوطني شيء إيجابي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل بالإمكان إلغاء أو على الأقل تعديل بنود اتفاقيات دولية بعد الإمضاء عليها ودخولها حيز التنفيذ؟ سؤال جوابه صعب.